تعليقا منه على حكاية موسى والخضر عليهم السلام، قال نبينا معلم الناس الخير وكل الخير عليه الصلاة والسلام وآله، قال يرحم الله أخي موسى لوددت أنه صبر. يا ريت صبر شوية. ليش؟ طيب شوف فضول عند رسول الله. قال لو صبر موسى شوية كمان لتعلمنا، يعني مزيد علم. كان الخضر هذا كشف لنا إيه؟ عن أسرار أخرى، عن أمور أخرى خطيرة وحساسة، بس موسى ما صبرش، ثلاث مرات وضيعها علينا. النبي شوف يتحسر. هذا النبي هو الذي ربى في أصحابه نفسية حملت جابر ابن عبد الله الذي حدثتكم بنبيه قبل أشهر يسيرة على أن يرحل راحلته وأن يسافر شهرا كاملا إلى مصر ليلتقي بعبد الله ابن أنيس يسمع منه حديثا لم يبق إلا هو سمعه من رسول الله، وجاء وأبى حتى أن يتناول كرامة الضيف، يعني يشرب له كوباية إيه قهوة، ما كانش فيه قهوة طبعا، وشاي وما كانش عندهم شاي، يعني كوب لبن، ما أبى. قالوا لا لم آتي لهذا، النية لله، أنا جئت فقط لكي أسمع هذا الحديث. قالوا نعم، النبي قال، مش هنقوله، حديث له علاقة بيوم القيامة لآخره، ذكرنا أكثر من مرة، جزاك الله خيرا ركب الراحلة وعاد. الله أكبر، شهر في سبيل حديث. وإحنا اليوم عندنا في مكتباتنا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأسوأ، ومين اللي يفتح ومين اللي يقرأ؟ كما قلنا احنا حتى القرآن مين اللي بيفتح ومين بتساءل مين بيقرأ؟ لذلك يا إخواني أنا أقول لكم، كما بنى الفضول الحضارات والمدنيات، صدقوني والله أقسم على هذا وأقسم بالله، لا أمل أن ننهض ولا نتحضر ولا نصبح أمما محترمة وأمما قوية وأمما إيجابية ومهيبة ومهابة إلا إذا رأيتم بذرة ماذا؟ الفضول المعرفي، مش فضول الأكاذيب والمواقع الكاذبة والسخيفة، وفلان ليش طلق مرت كذا، وفلان كيف أغوى كذا، الكلام السخيف هذا اللي بيهتموا فيه شبابنا وشاباتنا اليوم. أبداً، أتحدث عن الفضول ماذا؟ المعرفي، الذي يحيلنا إلى علماء وفقهاء وقانونيين وشعراء وأدباء وفلاسفة مخترعين ومكتشفين متسائلين، هذا الذي ينقصنا. إذا رأيتم هذه الشعلة بدأت تشتعل يا إخواني وبدأت تنمو وتزداد، إحنا على طريق صنع حضارة وصنع نهضة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا ما شفتوش هذا خلوا عنكم، وحتى لو رأيتم الدنيا مليئة بالمساجد والمصلين والمصليات، أنتم مش أكثر صلاة وصياماً وملأ للمساجد من جماعات طالبان. انتبهوا، أفغانستان كلها بتصلي، وما شاء الله على الحضارة اللي عندهم أفغانستان وعن طالبان، وما شاء الله على العز والهيمن والفقر، ما في شيء انتبهوا، مش هذه المسائل.